مساء الخير، كل عام وأنتم بخير. ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الله يجعل أيامكم إن شاء الله كلها خير وبركة. آخر حلقة من حلقات كأس المعرفة، وصلنا سويا للمرحلة النهائية بعد تنافس بين 32 فريق من جامعات الشارقة. المرحلة النهائية كانت من نصيب جامعة الشارقة، فريقين من فرق جامعة الشارقة يتنافسون في هذه المرحلة، المرحلة النهائية. الفائز فيها يحصل على جائزة قيمتها 100,000 درهم، أما الفريق الآخر أو الذي يحصل على المركز الثاني يغادرنا بجائزة قيمتها 30,000 درهم. التنافس كان كبير بين جميع الفرق، وفي كل المراحل لاحظنا ازدياد التوتر، ازدياد الحماس، ازدياد التنافس بين الفرق. لكن اليوم الحلقة الحاسمة، الحلقة الأخيرة من كأس المعرفة، من الفريقين سيغادرنا بالجائزة الكبرى؟ فريق جامعة الشارقة من الذيد أم فريق جامعة الشارقة؟ دعونا نتابع. كأس المعرفة هذا العام يلتهب حماسة بتباري أقوى فريقين وصلا إلى النهائي، جامعة الشارقة فرع الذيد وطلاب جامعة الشارقة. يوم مرتقب، لحظة حاسمة، عيون لن تغلق أجفانها الليلة إلى أن تجد حل الشفرة، وقلوب تزداد ضرباتها كسرعة الضوء، والتحدي يبلغ قمته في تحدي الفئات. أما المربع الذهبي فإما الاستيلاء على الرقعة أو الهزيمة، والختام مع مسألة رياضية في الذكاء التطبيقي. فمن سيتوج بتاج 100,000 درهم؟ ومن سيحل بالمركز الثاني بجائزة تبلغ قيمتها 30,000 درهم؟ تابعونا وجهزوا أنفسكم للتحدي. إذن النهائي، فريق جامعة الشارقة من الذيد وفريق جامعة الشارقة، منهم سيغادرنا بالجائزة الكبرى؟ تنافس من البداية والتوتر من البداية، فازدياد في الحلقة الختامية من كأس المعرفة. على يميني فريق جامعة الشارقة فرع الذيد، زيد كيف الحال؟ الحمد لله تمام. كل عام وانت بخير. وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب. مستعد؟ ان شاء الله. متحمس؟ اليوم متفائلين بإذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. جاسم، اهلا وسهلا. هل الجائزة الكبرى ستذهب إلى جامعة الشارقة إلى الذيد تحديدا، أم ستبقى في مدينة الشارقة؟ ان شاء الله بإذن الله تعالى إلى الذيد بإذن الله تعالى. ان شاء الله. ان شاء الله. طه، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. متحمس؟ نعم. متفائل؟ إن شاء الله. دائماً أنت العضو أو العنصر الهادئ المتوازن أكثر في الفريق. إن شاء الله بعد نكون هادئين بالفوز. لازلت؟ في الحلقة الختامية كما أنت؟ نتابع؟ منتابع في هذه الحلقة كيف سيكون وضعك يا طه في الحلقة الختامية. جامعة الشارقة، كل عام أنتم بخير. أنتم بخير وصحة وسلامة. غيث، كيف الاستعدادات؟ الحمد لله، إن شاء الله استعدادات كويس إن شاء الله. شو جهزت نفسك لمساء الرياضيات المختلفة؟ والله إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عبد الرحمن، يا هلا وسهلا. قبل ما نبدأ قلت التوتر مليون. صح، أكيد النهائي غير. فالحمد لله وصولنا لهذه المرحلة هو إنجاز لنا ولجامعتنا ولكل من ساندنا، بيضنا الوجه ووصلنا للنهائي، وإن شاء الله نكملها وناخذ اللقب، واللقب ما يروح بعيد عن الشارقة. جميل، ثقة الحمد لله لا زالت من الحلقة الماضية ومستمرة. تستمر إن شاء الله. إن شاء الله تستمر حتى نهاية حلقتنا لهذا بإذن اليوم. الله. عمران، العضو الهادئ في الفريق لكن تأثر، نوع من الدعم الجميل للفريق كذلك. إن شاء الله يا رب. الهادئ الداعم. نعم. وبهدوء.
مستعد؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نبدأ كالعادة بسؤال السرعة، واللي يتمكن من الإجابة على هذا السؤال يبدأ في لعبة الشفرة. نجهز أنفسنا لهذا السؤال. من هو القائل؟ أبنت صخر تلكما الباكية، لا باكية الليلة إلا هي. تفضل. ابن صخر. إجابة خاطئة. امرؤ القيس. خطأ. الحجاج. عفوا. الحجاج. الحجاج خطأ. آخر إجابة. عمرو بن القيس. عمرو بن القيس. عمرو بن القيس. أنا بعيد البيت مرة ثانية وبعطيكم فرصة أخرى للإجابة. ننتظر. ننتظر قليلا. أعيد البيت. أبنت صخر تلكما الباكية، لا باكية الليلة إلا هي. من القائل أو من القائلة؟ من القائلة؟ خنساء. خنساء إجابة صحيحة. شباب، أول لعبة هدي أعصابنا شوي وننتقل للعبة الشفرة. رجعنا أو نبدأ بلعبة الشفرة. في المراحل السابقة تعودنا لعبة الشفرة سبع أحرف، ثم مع تقدم المراحل صارت تسع أحرف. اليوم في المرحلة النهائية 11 حرف، 11 سؤال. واليوم التلميح بعطيكم إياه بعد سادس حرف. الفريق اللي يكشف عن سادس حرف بإمكانه ياخذ هذه الفرصة للحصول على تلميح. عبد الرحمن وفريق عبد الرحمن، نبدأ معاكم واختاروا رقم. رقم 10 إن شاء الله. رقم 10. السؤال العاشر. استخدمت أول شريحة في جوال يعمل وفق بروتوكول جي اس ام عام 92 93 94 ام 95؟ نصف الوقت يا شباب. أنا 93. 10 ثواني. إجابة 1993. 93 ثبت عبد الرحمن. ثبتي. هل الجواب يعني متأكدين منه ولا كان تخمين؟ تخمين نوعا ما. الأرقام متقاربة. متقاربة. فشوي نوعا ما تكون الإجابة أصعب. غيث سامعين بالمعلومة؟ جي اس ام ممكن. مش لا لا مو متاكد. الاكيد انه في التسعينات يعني غالبا، وهو كل الخيارات في التسعينات. فلهذا خمننا 93 مع اختلاف الاراء. شو كانت الاراء المختلفه؟ اللي سمعته من الجماعه من 94 و93. عمران انت شو قلت؟ انا ما اعطيتهم رايي، اتفقت وياهم على 93. وغيث؟ والله انا قلت 94 او 93 بس ما هو متاكد ابدا. سامع في المصطلح جي اس ام بس العام مو سامع. سامع بالمصطلح جي اس ام، احنا يعني تربينا على الجي اس ام. شو الجي اس ام؟ شو نظام الجي اس ام شباب؟ شو نظام الجي اس ام في الهواتف؟ اختصار لكلمه انجليزيه. اختصار لكلمه جلوبال اعتقد شيء. ما بالاختصار بس الجي اس ام لما نستخدمه شريحه في الموبايل. شبك جي اس ام. شريحة الجي اس ام صح، اللي هو الهاتف. لما نحط الشريحة في الهاتف نظام الهاتف اما يكون نظام جي اس ام ويكون بنظام الفاتورة جي اس ام او نظام مدفوع. مدفوع الرصيد صح. بس السؤال يختلف. متى استخدمت اول شريحة وفق بروتوكول جي اس ام؟ انا كان سؤال عام. والاجابة مو ب 94 ولا 93. إجابة صحيحة 1992. جامعة الشارقة الذيد، نختار رقم. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. سؤال الثالث. من هو مكتشف الأنسولين؟ فريدريك بانتنج، بوجينا جيانا،
غوستاف لوبون أم رودنسون؟ لا لا فريدريك هذا قريت هنغاريه فريدريك بانتيجر يعني يثبت ثلاث اسماء ما مروا عليه جوستاف لوبون فريدريك نص الوقت يا شباب يلا الجواب هو فريدريك بانتيج انثبت نعم انثبت الاجابه شو جنسيته اللي اكتشف الانسولين؟ ممكن ألماني؟ هو كندي. كندي. وحصل على جائزة نوبل في الطب عام 1923. وتكريما له ولإسهامه العظيم، الحكومة الكندية مولت أبحاثه في مجال الطب مدى حياته. كان نبيل جدا لدرجة أن الجائزة اللي حصل عليها اقتسمها مع الطالب اللي كان معاه في البحث لأنه ما قدروا يخلون الطالب ضمن فئات الجائزة لأنه الطالب بعده لكن هو اقتسم الجائزة معه لكن من هو؟ مكتشف الأنسولين رودنسون غوستاف لوبون بوجينا جيانا أم فريدريك بانتنج أو بانتنج إجابتكم صحيحة ننتقل لفريق جامعة الشارقة نختار رقم سبعة سبعة وسؤالكم في رقم سبعة تعتبر الدولة الرائدة عالمياً في إنتاج وقود الديزل الحيوي فرنسا، الهند، بريطانيا أم ألمانيا؟ ديزل. نصف الوقت يا شباب ألمانيا؟ بريطانيا أو ألمانيا؟ بريطانيا إن شاء الله عبد الرحمن بريطانيا انثبت إن شاء الله انثبت بريطانيا غيث كنتوا محتارين وسمعت خياراتكم المحتارين فيها كنتوا محتارين بين بريطانيا وألمانيا بريطانيا وألمانيا عبد الرحمن اخترت بريطانيا ليش ما اخترتوا ألمانيا؟ حسب المعلومات المتراكمة يعني أنه الأقرب بريطانيا أقرب بريطانيا ليش مو بألمانيا؟ مو خيار أكيد ألمانيا في الصناعات الميكانيكية والأمور هاي في السيارات كذلك سيارات صحيح بس مو ممكن لأنها تنتج سيارات تفكر في بدائل أكثر؟ ممكن وأعتقد أنا سامع معلومة أن بريطانيا مشهورة بالديزل ديزل الحيوي ما أعرف الصراحة هو ممكن ينتج من نباتات ديزل الحيوي يستخدمون فيه أحيانا الكانولا يستخدمون دوار الشمس كل الهند وكذلك تقلل الديزل الحيوي يقلل التلوث صديق للبيئة والأكثر إنتاجاً أو الدولة الرائدة في الوقود الحيوي واللي يعتبر من مصادر الطاقة المتجددة الجواب هو ألمانيا إجابتكم خاطئة لازلنا في البداية لازلنا في بداية الشفرة ما يبقى لي وننتقل لسؤال آخر ورقم آخر جامعة رقم شرق ستة رقم ستة السؤال السادس يقع جبل كلمنجارو ضمن سلسلة جبال شمال قارة آسيا جنوب قارة أستراليا شرق قارة إفريقيا أم غرب قارة أوروبا شرق قارة
الجواب هو شرق قارة أفريقيا. نثبت. نعم. جاسم ثبت على شرق قارة أفريقيا. جاسم جاوبت مباشرة أول ما ظهر السؤال، تعرف المعلومة؟ نعم قرأتها في أيام سابقة، وأيضا هي تقع في أحد الدول اللي على شرق قارة أفريقيا، يعني لو كان السؤال يقع في شمال أفريقيا أو جنوب أفريقيا أو شرق أفريقيا ممكن إن يعني شوي نرتبك، ولكن بما أن موجود إجابة وهي شرق قارة أفريقيا فإن شاء الله هي الإجابة الصحيحة. تمام. في أي دولة كلمنجارو؟ تنزانيا. تنزانيا بالضبط. في تنزانيا. عبد الرحمن شو رأيك في الإجابة؟ تنزانيا بأفريقيا. تنزانيا في أفريقيا. إجابتكم صحيحة. إذن خلونا نتابع الشفرة وكم حرف فتحنا؟ فتحنا حرفين، حرف السين وحرف النون، ولازلنا في البداية. ماذا تختارون جامعة الشارقة؟ رقم 11. رقم 11. السؤال الأخير، ما هي الآلة المستخدمة في دراسة أحوال النجوم والكواكب؟ سبكتروسكوب، التلسكوب، الباحث الكوكبي، أم التيلوريون؟ تلسكوب النظر. اوكي بس دراسة دراسة الأحوال. ركزوا شباب. نصف الوقت. ما ظني الباحث الكوكبي. إجابة شباب. سبكر. تيلوريون. تيلوريون ثبت. نثبت على التلريون. في آخر ثانية، حتى وإن كانت الإجابة صحيحة شباب أذكركم أي إجابة بعد 30 ثانية لا تحتسب، لذلك انتبهوا للوقت، وأنا دائما أذكركم بالوقت، وأباكم تجاوبون وتثبتون عشان خلاص، لأن إذا ما ثبتوا بإمكاني يعني بإمكانكم تغيرون الجواب. وجوابكم خاطئ. الإجابة الصحيحة سبكتروسكوب. كنتوا محتارين فيها صح؟ صح. أنا آخر ثانية غيرنا. آخر ثانية غيرنا الجواب. آخر ثانية غيرتوا. عشان شي أنا أكدت عليكم، ركزوا يا شباب. يلا الحمد لله. لا تترددون. لازلنا في البداية، خلوا معنوياتكم عالية. إن شاء الله. جامعة الشارقة الذيد. اختاروا رقم. رقم 8. رقم 8. وسؤالنا رقم 8. نتابع هذا الفيديو أو الصورة. بس من اسم القائد؟ والله ما هذا إذا كان. وسؤالكم هو، ما اسم الشخصية التي قدمها الفنان ماهر صليبي في فيلم خورفكان؟ ألفونسو دي ألبوكرك، دون جورج دي كاسترو، دو كامبلو، أم دو نورنيا؟ دو كامبلو؟ لا، دي نورنيا؟ ما حد سأل. ألفونسو هم اللي كانوا القائمين جورج، أو دون جورج دي كاسترو. ألفونسو دي ألبوكرك. أنا أتوقع لا دون جورج. دون؟ نصف الوقت يا شباب. أنا أتوقع أنا كنت أذكر أنك سمعت كلمة ألفونسو. ألفونسو بعد مشواري. إجابة. يلا. إجابة ثانية، دون جورج دي كاسترو. دون جورج دي كاسترو ثبت. نعم. ثبت. أتوقع هذه لأنه ألفونسو كان ممكن في شخصيتين. تابعتوا فيلم خورفكان؟ نعم. عن شو تتناقشون؟ كنا نتناقش عن الشخصية، لأن الشخصية كانت في شخصيتين من القائدين الصليبيين. فأعتقد أن ألفونسو هي الشخصية الأولى اللي لم يمثلها أو لم يقدمها ماهر صليبي، يعني كانوا قائدين في الفيلم، واحد في الفترة الأولى وواحد في الفترة الثانية. بالضبط. فأعتقد أن اللي كان في الفترة الأولى كان ألفونسو، وأعتقد اللي كان في الفترة الثانية اللي هو ماهر صليبي هو دون جورج دي كاسترو، على حسب معلومة. من مثل دور ألفونسو دي ألبوكر؟ ما عندي فكرة صراحة. فنان القدير رشيد عساف. الحمد لله.
واللي مثل دور او ماهر صليبي ادى في فيلم خرفة كان دور جون جورج دي كاسرو. اجابتكم صح. تابع الحرف اللي ظهر، حرف الكاف. شو قلت جاسم؟ لا انا اقول ان الصوره كانت اللي الشخصيه الثانيه وليس الشخصيه الاولى، فمن هني انا قدرت اختار السؤال الاختيار الجزء الثاني من الفيلم. بالضبط. جامعه الشارقه رقم واحد ان شاء الله. رقم واحد، وسؤالكم رقم واحد، في اي عام تم انتاج البندقيه ام 1 جراند على نطاق واسع واصبحت البندقيه النصف اليه الاكثر استخداما من قبل الجيش الامريكي؟ 1936، 1937، 1938، 1940. الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية؟ الأولى كانت في 14، الثانية 25. إجابة مو مذكورة. 1940. 40 نثبت. ثبتي. تأخر. 40. تأخر. في شو ترددتوا؟ بس أنت قلتي معلومات زيادة عن السؤال فحبينا نستذكرها. أنا قلت صح، قلت أصبحت البندقية النصف آلية الأكثر استخدام من قبل الجيش الأمريكي. ما حددت أنا الحروب لأن هي فعلا تم استخدامها الحرب العالمية، الحرب العالمية الثانية. صح يا غيث، قبل 40 المفروض. جاسم شو تقول؟ في شو تناقش؟ لا كنا نتناقش في كلمات الشفرة. خارج نطاق السؤال. توقعت عندكم إجابة. نعم. ام 1 جراند. 36. 6 و7. الإجابة الصحيحة 1936. الله يكون تحاس. اصبر. لا لا لا. لازلنا في البداية، خلوا معنوياتكم عالية. إن شاء الله. وننتقل الآن إلى جامعة الشارقة. أستاذة عليا بس عندنا سؤال بسيط، نقدر نعطي الشفرة بدون التلميح يعني قبل التلميح؟ يعني قبل التلميح. حاليا يعني عندنا الشفرة. عندكم لحظة، نقدر نعطيهم؟ لا، 6 حروف نحتاج. إن شاء الله خلاص. يلا نختار رقم. ما أبغي الكلمة تتكرر. دقيقة. لأن إذا جاوبوا على السؤال السادس بإمكانهم هم أخذ السؤال. بس نحن بدون تلميح يعني. بدون تلميح. يعني الحين نحن نقدر نجاوب بإذن الله تعالى. إذا تسمحوا لنا يعني ومخرج اللعبة يسمح لنا. 1 2 3 4. لحظة. خلونا نشوف نقدر ناخذ الشفرة أم لا. ما نقدر. خلاص نكمل. نكمل شباب، نختار رقم أو فئة. نختار رقم شوي بعيد. رقم. لا ما تقدر تاخذ أول واثنين. إيه. تبين. لا لا لا. 9. سؤال رقم 9. كم يبلغ متوسط عمر القنفذ الأوروبي الغربي؟ 5 سنوات، 7 سنوات، 3 سنوات، أم 4 سنوات؟ متوسط القنفذ الأوروبي الغربي متوسطة 5 أم 7 أم 4 أم 3؟ هو في 7 وفي 5. نعم أنا بين 5 و4. ناخذ وقت شباب. ما أدري يميل. شو رأيك تروح وايد زيادة لأن السؤال. إجابة. 5. إجابة. كل 5. الإجابة هي 5 سنوات. 5 سنوات نثبت. نثبت. نعم. الإجابة هي 3 سنوات. إجابتكم خاطئة. جامعة الشارقة أي رقم؟ 4. السؤال رقم 4.
ذكر مرض الشلل النصفي التشنجي الموروث لأول مرة على يد طبيب الأعصاب دكتور أدولف سليمولر أم البروفيسور فايت روديه، البروفيسور بيتر فينكلر أم دكتور أندرياس رابا؟ بيتر البروفيسور بيتر ثبت بيتر ثبت بيتر بروفيسور بيتر إذا جاوبتوا على هذا السؤال تفتحون حرف تاخذون 10 نقاط تفتحون الحرف الخامس إجابتكم خاطئة الجواب الصحيح هو دكتور أدولف سليمولر جاسم رقم ثاني لا المتاح 2 أو 5 عادي لا الجواب عفوا الرقم الخامس رقم الخامس في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة نجد بلاغة صريحة في صورة استعارة مكنية استعارة تمثيلية استعارة تصريحية أم كناية هي ليست كناية هي استعارة لكن اخفض لهما جناح الذل من الرحمة المكنية تمثيلية نصف الوقت يا شباب هي استعارة استعارة تمثيلية إجابة مثل الحركة إجابة يا زيد يا جاسم الجواب هي استعارة تمثيلية مكنية أم تصريحية تمثيلية 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 بس حتى لو أجابنا خطأ لا تمثيلية الإجابة الصحيحة تمثيلية صح استعارة مكنية إجابتكم خاطئة رقم 2 هو المتبقي حتى نعاود فك الشفرة وسؤالكم الثاني هو يضرب به المثل في الحفظ فيقال أحفظ من الشعبي الشافعي شريح أو شريح أم ابن عباس الشافعي الشافعي نثبت ثبتي نثبت ثبتنا في أقل من 4 ثواني ثبتوا كان في إمكانكم التغيير الشافعي كان يضرب فيه المثل في الحفظ كان يحفظ الوجه من أول ما يراه وجه الصفحة لكن من يقال فيه هذا المثل؟ هذا المثل ما يقال هو متداول أحفظ من عمران ماذا تقول؟ أقول شريح شريح؟ أوه بس هو الشافعي الشخص هذا كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط ما سمعت من رجل حديثا قط فأردت أن يعيده علي ويقال دائما في الأمثال أو يقال لشخص يحفظ أحفظ من الشعبي إجابتكم خاطئة إذن الشفرة الآن فيها 3 أحرف فسنعاود فتح الأحرف المغلقة مرة أخرى وإذا ما جاوبتوا يغلق الحرف تماما بس ما نقدر نعطي الحين الشفرة صح؟ 6 أحرف ثم نخمن 2 لا 11 الجواب أو عفوا رقم 11 السؤال 11 مؤلف كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده الطغرائي كعب بن زهير ابن رشيق القيرواني أم علقمة بن عبده العمدة في صناعة الشعر ونقده
في الوقت شباب. جواب. الجواب هو كعب بن زهير. كعب بن زهير. نثبت. إن شاء الله. كعب بن زهير قال باتت سعاده. نعم. كتب باتت سعاده القصيدة المعروفة. صحيح. لكن هل هو كتب كذلك العمدة أو كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده؟ ممكن، ليش لا؟ عبد الرحمن تعرف الجواب؟ أعتقد إجابة خاطئة. شو الإجابة الصحيحة تعتقد؟ والله ما متأكد منها، بس أعتقد كعب بن زهير عنده كتاب ثاني، وفيه الكتاب الثاني حرف الكاف، فأنا أعتقد لما قريت المعلومة ربطت كاف بكاف. ما عندك الجواب يعني؟ ما عندي جواب. عمران ما أعرف، كنا بن رشيد القيرواني. والإجابة الصحيحة فعلاً ابن رشيق القيرواني. إجابتكم خاطئة، ويقفل الحرف الأخير. جامعة الشارقة. واحد. واحد. السؤال الأول، من هو الشاعر الذي قام بتأليف أغنية أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم؟ أحمد تيمور باشا، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، أم أحمد شوقي؟ ما أظني شيء. بس في الوقت. أحمد رامي أتوقع. أنا برأيي أحمد رامي. جواب شباب. أحمد رامي. أحمد رامي ثبت. ثبت. أحمد رامي ألف تقريبا 110 أغنيات لأم كلثوم، ولما توفت حتى يعني كتب فيها رثاء. لكن هل ضمن هذه الأغاني 110 كانت أنت عمري؟ كانت أنت عمري ضمن 110 أغاني اللي كتبهم أحمد رامي لأم كلثوم؟ 110 ممكن، ليش لا؟ ممكن ضمن 110؟ 110 رقم كبير، نسبة عالية. نسبة عالية رياضيا ممكن، نسبة عالية. لكن ما بتطلع واحدة منهم؟ لكن الإجابة الصحيحة أحمد شفيق كامل. إذن أي رقم كذلك أغلق الرقم، أو رقم واحد أغلق. شباب نركز. ما نقدر نخمن؟ ما نقدر نخمن الشفرة؟ لا. المشكلة الحين الحروف يعني قاعد تغلق والنقاط قاعد تتقلص. يعني هو سكر يعني كله أحمر، فيعني فرصة أن أنا أعطيكم الإجابة أو الشفرة. إذا تم إغلاقها تأخذون نقاط أجوبتكم. صحيح ثلاثة يعني مو مشكلة نختار. إذن يلا 10. السؤال العاشر هو، أي مسلسل من المسلسلات التالية من مؤلفات الممثلة والكاتبة الكويتية حياة الفهد؟ كسرة ظهر، سليمان الطيب، جنة هلي، الخطايا 10 أو الخطايا 10. بس ترى هي جنة الخطايا العشر. نصف الوقت. جواب جاسر. الجواب هو كسرة ظهر. كسرة ظهر. سمعتك في البداية استبعدت سليمان الطيب، مع أنه كان لها دور أساسي في هذا المسلسل. صحيح. مع الفنان القدير محمد المنصور، وهي الإجابة الصحيحة كانت سليمان الطيب، واستبعدتها من البداية. حرف ثالث يغلق في الشفرة، وهو أي حرف؟ حرف أو رقم 10. شباب رقم 2. السؤال الثاني، انطلق رالي اكتشف سوريا لأول مرة عام 2003، وضم عددا من المشاهير العرب والرياضيين والفنانين، بمجموع 38 سيارة، 39 سيارة، 40 سيارة، أم 41 سيارة؟ هو
اقتربنا من العشر ثواني شباب. 40 سيارة. 40 سيارة. نثبت. نثبت الإجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 38 سيارة. شباب نحتاج نفتح الشفرة عشان نحصل نقاطها. الشفرة عندنا موجودة ولكن يلا نحتاج إن يلا عندكم نفتح أرقام. افتحوا 3 أسئلة. صعبة. 3 مرحلة متقدمة. ممكن. محتملة. ممكن. إن شاء الله كل شيء. تفضل جاسم. أربعة. السؤال الرابع. بطل من أبطال الفيلم الأجنبي البحر الأزرق العميق. سامويل جاكسون، روني مارا، إريك أندري، أمبلي توماس. أتوقع إريك. سامويل جاكسون ما أتوقع. بس إريك توماس. هو توماس مثل توماس. نصف الوقت يا شباب. هو نفسه. إريك أندري. إجابة. الإجابة هي إريك أندري. ثبتنا على إريك أندري والإجابة سامويل جاكسون. إجابتكم خاطئة. ما في أمل. الحين لازم نجاوب على كل الأسئلة أو ناخذ فقط النقاط. جامعة الشارقة. ما بين 5 و7 و9. 5. السؤال الخامس. صحراء مصرية يوجد بها مقابر ومومياوات قديمة كما أنها تعد أول حديقة جيولوجية في مصر. ما اسمها؟ الصحراء البيضاء، صحراء الفرافرة، الصحراء السوداء أم الصحراء الزرقاء؟ نصف الوقت. صحراء البيضاء. صحراء البيضاء. مثبت. غيث. نعم. أول 10 نقاط لكم. إجابتكم صحيحة. زيد جاسم وطاها. 7 ولا 9؟ 7. 7 بنجاوب. راح تبين. 7 ولا 9؟ 9. 9. والسؤال التاسع هو انتهت حياة نابليون بونابرت السياسية بنفيه إلى جزيرة في المحيط الأطلسي. ما اسمها؟ جزيرة القديسة هيلينا، جزيرة بيكو، جزيرة ماديرا أم جزيرة سال؟ ممكن بيكو أو القديسة هيلينا. بعدين نصف الوقت شباب. شو رأيكم؟ أنا بختار إجابة. ممكن. جزيرة القديسة هيلينيا. نثبت. نعم نثبت. وجوابكم. نتابع الجواب على الشاشة. الله والسؤال الأخير لجامعة الشارقة. سؤال 7 المتبقي. 7. يعتبر المركب C6H1 2O6 من المحاليل المائية الكهروليتية اللا كهروليتية ذات روابط قوية ليس أيا مما سبق. ذات روابط قوية. أنا بعد أقول ذات روابط قوية. نصف الوقت. ذات روابط قوية. ذات روابط قوية. نثبت. ثبت. اليوم طولنا في لعبة الشفرة وانتهينا من جميع الأسئلة والجواب الأخير في الشفرة جواب خاطئ. الإجابة الصحيحة اللا كهروليتية. خلاص. شفرة. لا لا لا. نحن لازم نقولها.
ما في تحو... لا لان خلاص اذا قلتوها لن تحتسب. صحيح ما في اي مشكله بس نحن راح نجاوب. تبغون تقولونها تمت من البدايه في خاطركم. ثاني رقم الحمد لله. شو الجواب يا جاسم حتى لو كان لن يحتسب؟ لن يحتسب صحيح. الجواب هو فاسقيناكموه. اطول كلمه في القران الكريم تتكون من 11 حرفا. فعلا هذه كانت الشفرة. كانت الشفرة فعلا. لكن ننتقل للعبتنا الأخرى. الجديد في هذه اللعبة أو في هذه المرحلة النهائية، كنت سألت ما الجديد في هذه المرحلة. الجديد في هذه المرحلة أني ما بخبركم عن نقاطكم حتى آخر مرحلة، لآخر الحلقة، بعد الذكاء التطبيقي، بعد ما نعرف جميع الأجوبة. من بعدها إن شاء الله نتوجه لمعرفة الجواب. ننتقل الآن للعبة سرعة الضوء. بما أن الدرجات للحين ما نعرفها، لكن أنا ببدأ باليمين، ما عندكم مشكلة؟ ما عندي. نبدأ مع جامعة الزيد، ويعني هم جاوبوا أكثر أسئلة في اللعبة السابقة. 60 ثانية ونبدأ. جمع سيد. أسئدة. خطأ. سيدان. يجاورني في الحي منزلان. إعراب منزلان. مبتدأ. خطأ. فاعل. صح أم خطأ؟ يمكن تحويل الأدو نوسين أحادي الفوسفات إلى حمض اليورك. صحيح. صح. ارتفاع وقتي تدرجي في منسوب المياه. المد والجزر. خطأ. المد فقط. المد. الغترة أو الشماغ أو الحطة أو المشدة هي؟ ملابس. كوفية. ناتج ضرب 5 ضرب 6 ناقص 4. 30 24. خطأ. 26. ما هي عملة الأرجنتين الرسمية؟ الدولار الأرجنتيني. بيزو. تمتد سلسلة جبال الهملايا في نيبال والهند وبوتان والصين و؟ روسيا. باكستان. خطأ. الرمز الكيميائي للزرنيخ. باس. اذكر 3 من ألوان علم جنوب أفريقيا. أحمر أخضر وأصفر. خطأ. يلا بس. رمز أولاً يجاورني في الحي منزلان هو فاعل. فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. ثم ارتفاع وقتي تدرجي. ارتفاع هو مد. انخفاض هو جزر. أيوة أنت قلت المد والجزر. عملة الأرجنتين بيزو أرجنتيني. هملايا. ما ذكرت باكستان. كانت باكستان ناقصة وذكرت روسيا. رمز زرنيخ اي اس. الوان جنوب افريقيا 3 الوان كان ممكن بامكانكم. احمر ابيض ازرق اخضر اسود ذهبي. اي من هاي الالوان كان يعتبر صحيح. انتهى الوقت قبل ان ننتهي من الاجابه على اخر سؤال وننتقل لفريق جامعه الشارقه. شو المعنويات؟ عالي. اذكركم دائما اني اقبل اي اجابه صحيحه من اي عضو من الفريق، لذلك اللي عنده الاجابه الصحيحه اذا سمعتها اخذها مباشره ان شاء الله. نبدأ بالسؤال الأول. 60 ثانية. أي القارات هي الأبرد على الإطلاق؟ القارة القطبية الجنوبية. صح. أكمل المثل. عصفور باليد خير من 10 على الشجرة. صح. سأغلب الفريق المنافس الليلة. موقع منافس من الإعراب. المفعول به. خطأ. صفة. ناتج ضرب 4 ضرب 5 ناقص 6. 26. خطأ. 14. الاسم الثاني لحجر التورمالين. باس. أصغر مكون في جسم الإنسان. باس. خلية. صح. مثنى فائز. فائزان. صح. الفعل المبني للمجهول من حمد. 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 إبراهيم با عمر هو منشد إسلامي عماني. الإسكندر المقدوني يعرف أيضا باسم. باس. القسورة اسم من أسماء الأسد. صح. تفعيلة البحر البسيط. باس. عدد آيات سورة الهمزة. 7. 9. خطأ. كم لبث النبي يونس في بطن الحوت؟ باس. اسم. انتهى الوقت. توقعتك تجاوب على سؤال الرياضيات. ضرب 4 في 5 ناقص 6 14. توترت والله. توترت. سهل يعني بس توترت. الترمالين هو
جمشت أو الجمشت؟ صحيح الأجوبة الباقية. الإسكندر المقدوني يعرف باسم إما الإسكندر الأكبر، الكبير، ذو القرنين، الإسكندر ذو القرنين. تفعيلة البحر البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. آيات سورة الهمزة 9. ولبث النبي يونس في بطن الحوت 3 أيام. 3 أيام. شو المعنويات شباب؟ عالية جدا بإذن الله تعالى. زيد خبرني. معنويات بعدها. بعدنا في أول السباق وبعد في معلومات. طه بعدك هادي. الحمد لله لازم نهدى عشان نفكر عدل. غيث تمام الوضع؟ الحمد لله إن شاء الله. عبد الرحمن الوضع؟ الحمد لله شوي تزنت الأمور. تزنت الأمور. ننتقل للعبتنا القادمة. لعبتنا القادمة تحدي الفئات، لكن قبل تحدي الفئات الموضوع اللي يكون شوية، وفي الحلقات الماضية الموضوع كان يعني قلب النتائج. الفريق اللي يجيب على سؤال السرعة بإمكانه أن يختار 3 فئات للفريق الآخر، طبعاً يختار حسب معلوماته، الأشياء اللي يحبها أو اللي ما يبرع فيها. سؤال السرعة انتبهوا معي، وسؤالكم هو: شاعر وقف على الأطلال باكياً. تفضل. أحمد شوقي. خطأ. هو قديم قديم. أطلال أطلال. عمرو بن القيس. عمرو القيس. خطأ. عمرو القيس. عمرو القيس إجابة صحيحة. مين بتاع عمرو؟ خربط. خربط بالضبط يعني. نتابع الفئات سويا على الشاشة. جامعة الشارقة ماذا تختارون لجامعة الشارقة فرع الذيد؟ نتابع على الشاشة. الفئات المتاحة اليوم: طب، إسلاميات، مخترعون، جسم الإنسان، أسماء الذكور وأسماء الإناث. ماذا تختارون لجامعة الشارقة فرع الذيد؟ ذكور ومخترعون. شو رايك لجسم الانسان؟ اختاروا 3 فئات. عبد الرحمن لهم طب، طب واسماء الاناث، اسماء الاناث ومخترعون. ومخترعون. نبدا مع جامعه الشارقه فرع الذيد، وسؤالكم في الطب هو: ما هي الاوعيه الرئيسيه التي تحمل الدم بعيدا عن القلب؟ الشرايين المرنه، الشرايين العضليه، ام الشرايين العميقه؟ هي يعني هذه اللي تطلع من الكتاب من القلب عفوا، فممكن تكون عميقه او عضليه. عضليه؟ لا العضليه نفس الوقت يا شباب تفتح من دم عين. العضليه اللي هي اكسده لا ترجع للقلب. هي غلط. الشرايين المرنه؟ لا ما بعيده. اجابه شباب. الجواب هو الشرايين العميقه. العميقه نثبت. اتوقع صحيح لان الشرايين المرنه تكون مرنه يعني ممكن تاخذ ترجع. إذا جاوبتوا على 3 أسئلة كان بإمكانكم تضاعفون العدد من 30 نقطة إلى 60 نقطة، لكن الآن بإمكانكم فقط الحصول على 20 نقطة إذا جاوبتوا على الأسئلة لأن إجابتكم خاطئة. الإجابة الصحيحة هي الشرايين المرنة. ننتقل سويا لفئة مخترعون، وسؤالكم هو: مخترعة غسالة الصحون هي ماري دونوفان، ليزي ماجي، أم جوزيفين كوشران؟ مخترعة هي مش مخترع. ما بوتركم بس انتبهوا للوقت، احتاج إجابة. 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 الإجابة هو جوزيفين كوشران. جوزيفين كوشران. يمكن بس مخترعة. تأكدين؟ قارين هالمعلومة بس الاسم. طه انت انا سمعتك انت اللي اعطيت الجواب. والله انا قاري يعني قاري الاسم بس رايح عن بالي يعني. ما راح عن بالك لان اجابتك صحيحه. فئه اسماء الاناث، وسؤالكم هو:
اسم أثيلة من أسماء الإناث عربي الأصل، فماذا يعني؟ الناعمة الرقيقة، الراسخة العريقة، أم العزيزة عند أهلها؟ أثيلة، أثيلة، عزيزة، لا أثيلة، يعني تحس فيها بها ثقل، بس راسخة عريقة يعني ما في ملها، يعني راسخة عريقة ما لها علاقة بالبناء. أنا أتوقع العزيزة عند أهلها أو العزيزة عند أهلها، العزيزة. يمكن جواب العزيزة، العزيزة. الجواب هو العزيزة عند أهلها. ثبتنا العزيزة عند أهلها. أثيلة تعني الراسخة العريقة. إجابتكم خاطئة، إذن فقط 10 نقاط لهذه الفئة. الراسخة العريقة أثيلة، معلومة جديدة. شو المعنويات حتى؟ عالية جدا، فايزين في كلتا الحالتين. الوصول للحلقة النهائية هو بحد ذاته فوز وانتصار. جميل جميل. عبد الرحمن، اختيارك موفق لفئات المجموعة الأخرى؟ الحمد لله. جميل، خلونا نتابع الفئات اللي تركتوها لأنفسكم ونبدأ بسؤال إسلاميات. معركة اليمامة هي إحدى معارك حروب الردة، ففي أي عهد خليفة راشدي حدثت؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، أم عثمان بن عفان؟ حروب الردة. صحيح. حروب الردة، بس هو اللي كان يحارب يعني. أبو بكر الصديق. انثبت. أبو بكر الصديق. عمران شريعة وقانون. ففي الأسئلة الإسلامية أنا اللي عارف أن أبو بكر الصديق هو اللي حارب المرتدين، فبناء على هالأساس اخترت أبو بكر الصديق. عمران، إجابتكم صحيحة. جسم الإنسان، وسؤالكم هو: أثناء عملية الشهيق يتسع القفص الصدري ويزيد حجم الرئتين وتتقلص عضلة الحجاب الحاجز والعضلات البيضلعية، التنفسية أم الرئوية؟ شوف، استبعد التنفسية. البيضلعية والرئوية. هل الرئوية يمكن؟ ما أعتقد البيضلعية. معنا وقت. سحاول. نصف الوقت شباب. عضلات، أنا عضلات. عضلات رئوية. شوف، سمعت. إجابة. إجابة. البيضلعية. البيضلعية. انثبت. ثبتي. غيث، كنت محتار بين رئوية وبيضلعية. أنتوا ليش اخترتوا هالفئات؟ تخصصاتكم يمكن الاثنين تخصصاتكم في المجال الأدبي. وأنت رياضيات. نعم صحيح. أنا عندي معلومات طبية. عندك معلومات طبية. عندي أصدقاء يعني كثير أطباء أو يعني تخصصاتهم طبية. وشاركونك هالمعلومات؟ أحسن من غيرهم الفئات. المعلومة هاي من غيث ولا من عندك؟ من متفقين عليها. أنا قلت الاسم هو اتفق لأنه كان غير. أنت حتى في أحد الحلقات قلت إحنا ممكن نلعب أو نسهل المعلومة أو نصعبها، فأنتوا ما تختارون الجواب الواضح. الرئوية. الرئوية صح؟ ممكن ما تختارون الجواب الواضح في أحد الحلقات أو في الجزائر السابقة أعتقد النصف نهائية، قلت ما بتسهلونها علينا بهالطريقة، بس ممكن نسهلها. صح؟ صح. الرئوية. إجابتكم صحيحة، البيضلعية. حلو. الحين الفرصة الذهبية، بإمكانكم أنكم تأخذون 60 نقطة. وسؤالكم هو: سنمار اسم عربي يطلق على الذكور ويعني الليل، التسامر أم القمر؟ سنمار. نصف الوقت يا شباب. إجابة. تسامر. التسامر نثبت. ثبتي. ثبتنا. سنمار من التسامر. سوي كذي. يا أما لعبة خدعة أو. هذه عكس السؤال السابق. يا أما لعبة. أو مباشر. إذا مباشر. أو مباشر. لأن يعني قريبة الأحرف. بس لا هو صفر. إذا كانت خدعة أو لعبة أو مباشر، بنتعرف على الجواب بعد هذا الفاصل.
كابتن مار، جوابكم الصحيح ممكن يعطيكم كم نقطة عبد الرحمن؟ 60 نقطة. كم؟ 60 نقطة. وجوابكم الخاطئ ممكن يعطيكم؟ 20. جاسم، تتوقع أخذوا 20 ولا 60 نقطة؟ ما عندي أي فكرة صراحة، يعني السؤال ما مر علي سابقا. زيد؟ لا إن شاء الله 20. لو إحنا بدالكم كان قلنا لكم 60. أتمنى زيد من جد. والله السؤال يمكن يكون مباشر، فمن ناحية الإجابة ممكن تكون تسامر صح. وهذا اللي قال عبد الرحمن، دائما ممكن احتمالية خدعة واحتمالية جواب مباشر. هذه المرة خدعة، الإجابة الصحيحة هي القمر. الحين بما أن الفريق حصل على 20 نقطة جامعة الشارقة، وفريق جامعة الشارقة الذيد 10 نقاط فقط، بنبدأ اللعبة القادمة مع فريق جامعة الشارقة. نتابع. ووصلنا للعبة المربع الذهبي. هذه اللعبة أعتقد تابعتوا الحلقات وتابعتوا كيف هذه اللعبة حاسمة جدا، تاخذ نقاطك للإكس أو الأو اللي تشكله بطريقة صحيحة، وبقية المربعات التي لم تفتح. خذيتوا المرة اللي طافت 80 نقطة؟ صحيح، 80 نقطة خذوا المرة اللي طافت. أنتوا كذلك في أحد المراحل خذتوا 80 نقطة. اليوم إن شاء الله هل في فريق بياخذ النقاط هذه، نقاط وبقية المربع، أم أن فقط بنحسب المربعات والنقاط؟ جامعة الشارقة نبدأ معكم. أي فئة؟ عنا فئات رسوم متحركة، جينات، عادات وتقاليد، علم الأمراض، تجارة، صناعة، صحابيات، مسرحيات، أم أبيات وقوافي؟ تجارة. نبدأ بسؤال تجارة، وأول سؤال في تجارة هو: من عوامل نشأة التجارة في العالم نقص الفحم، نقص المواد الخام، المناخ، جميع ما سبق. شوف المناخ ونقص المواد الخام صحيح أتوقع، فجميع ما سبق، لأن المناخ مؤثر جدا ناحية الخضروات. 10 ثواني تقريبا. جميع ما سبق. جميع ما سبق، نثبت. الفحم بعد نقص. هل بنشوف أول إكس أو أو على الشاشة؟ إن شاء الله. تابع. إجابة صحيحة. شباب، أي فئة تبدون؟ الذيد؟ لا عادات وتقاليد. عادات وتقاليد. عادات وتقاليد. خلونا نتابع هذه الصورة سويا. وسؤالكم هو: قبيلة من قبائل الشمال التايلندي، ومن عادات السيدات لديهن وضع غطاء على الرأس مصنوع من كرات الفضة المزينة. قبيلة البوندو، قبيلة الباوبا، قبيلة الأخا، أم قبيلة ياو؟ الباوبا تايلندي. انا اتوقع الجواب الباو. انا وياك في الباو. الباو او البوندو نصف الوقت. لا تايلانديين. باو ممكن. الباوبا. الباوبا. جواب. جواب. الجواب هو قبيلة الباوبا. باوبا مش الباو. انت ليش رحت الباوبا؟ قلنا باو. شوف قبيلة الباوبا. استبعدنا بعض الاحتمالات. استبعدتوا شو؟ الباو والآخة. الباو والآخة استبعدتوها؟ الباو ما استبعدتها.
أنا استبعدت الباو وممكن استبعد الآخر. الآخر استبعد. الإجابة الصحيحة هي قبيلة الآخر وإجابتكم خاطئة. أوه. أوف. أوكي. جامعة الشارقة. ماذا تختارون؟ أي فئة؟ شو؟ في شيء من الزوايا حد قوي فيه؟ رسوم متحركة. روح. رسوم متحركة. رسوم متحركة. وسؤال الرسوم المتحركة هو أليس في بلاد العجائب هو أول فيلم رسوم متحركة صامت أنتجته شركة والت ديزني، هل كان ذلك في 1923، 1925، 1927 أم 1929؟ بلاد العجائب. ديزني متى بدأ؟ أليس في بلاد العجائب. نصف الوقت شباب. 1929. 29 نثبت. طيب إن شاء الله. بنشوف أو؟ إن شاء الله. إن شاء الله. جاوبت بثقة عبد الرحمن. مش في ثقة ولكن خلاص توقعنا اتفقنا على جواب ثبتنا عليه. الكل يعني ما كنا مختلفين. رجعت الثقة بعد أول أو؟ أكيد لحد الآن على حسب النقاط اللي احنا حاسبينها احنا متصدرين. ليش تحرق؟ ما بنشوفه على الرقعة. الإجابة صحيحة 1923. زيد أي فئة؟ مدينات صناعة. خلينا نشوف صناعة. خلينا نشوف صناعة. 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 وسؤالكم في صناعة هو تعرف الثورة الصناعية بانتشار وإحلال العمل اليدوي وقد قامت خلال القرن 17، القرن 18، القرن 19، ليس أيا مما سبق واذكر في أي سنة. وإحلال أنا أعرف أن الثورة الصناعية قامت في 17، ولكن هل تعرف الثورة الصناعية بانتشار وإحلال العمل اليدوي يمكن أيوة 17 أو 18 سابع لا 1900 القرن الأول اللي هو 1600 بس هو 17 نصف الوقت شباب أتوقع أن 18 اللي هو 1700 18 الثورة الصناعية متى شباب؟ جاوب القرن 18 ثبت نعم ثبت الإجابة الصحيحة القرن 19 أوه صح 1900 جاسم شو تقول أسمعك؟ لا أنا خربط لأن أنا هي كانت في 1800 فأنا من التوتر يعني نسيت أن الألف اللي هي القرن 19 هي 1800 فاستعجلت شوية ركزوا مرة ثانية نزلنا في بداية المربع جامعة الشارقة أبيات وقوافي أبيات وقوافي أو أبيات وفي القوافي. هذه الفئة سؤالكم الأبيات المعجمة هي أبيات كل حروفها منقطة أبيات تخلو حروفها من النقاط أبيات لا يتحرك فيها اللسان أثناء نطقها أبيات تحوي كلمة حروفها منقطة وأخرى غير منقطة ممكن تعيدي آخر جوابين؟ لو سمحت أبيات لا يتحرك فيها اللسان أثناء نطقها أبيات تحوي كلمة حروفها منقطة وأخرى غير منقطة منقطة وأخرى غير منقطة شوف والأول أو الجواب الأول أبيات كل حروفها منقطة ثم أبيات تخلو حروفها من النقاط الجواب الأخير أبيات تحوي كلمة حروفها منقطة وأخرى غير منقطة ثبت جامعة الأبيات المعجمة هي أبيات كل حروفها منقطة يلا إن شاء الله إن شاء الله على الجاي تعرف من شو معجمة من العالم وإجابتكم خاطئة عشان يسهلوا لهم القراءة جاسم ماذا تختار؟ شو اللي في اليسار على الزاوية؟ وفريق جامعة الشارقة فرع الزيت ماذا تختارون؟ أو رسوم متحرك اللي جنب صناعة شو اليمين جينات جينات أي صحابيات صحابيات؟ ما عندنا فكرة بروح الجينات جينات هذه نختار جينات جينات وسؤالكم في مجال الجينات هو هي قطعة من الـ DNA تنسخ أو تنسخ عند تكوين الـ RNA إلا أنها
تحذف من التركيب النهائي له. انترون، اكسون، جينوم، ام ار ان اي. اتوقع انها ام ار ان اي. ايوه الجينوم، اتوقع انها ام ان اي. التركيب النهائي له باذن الله. اتذكر انها الام ار ان اي. الجواب هو الجواب الاخير ام ار ان اي. ثبت ان شاء الله. عبد الرحمن شو كنت تقول؟ صح، جوابهم صح. جوابهم صح. مر علي في اخر سنه انا في كيمياء قطعه من الدي ان اي. قطعه؟ والله ما تنسخ عند تكوين الار ان اي. السؤال بشكل عام يعني اذكره في اخر سنه كانت لي في الثانويه. اعتقد ان ذاكرتك ما اسعفتك يا عبد الرحمن، اجابتكم خاطئه. الاجابه الصحيحه هي انترون. هي قطعه فقط من الدي ان اي. فئة يا عبد الرحمن، غيث وعمران، نختار يا شباب فئة. نجرب أبيات مرة ثانية. أبيات القوافي. أبيات وقوافي مرة أخرى، وسؤالكم هو في الأبيات والقوافي. السؤال هو أبيات الخفاء هي الأبيات التي تخلو حروفها من النقاط، أبيات تحوي كلمة حروفها منقطة وأخرى غير منقطة، الشعر المرسل أم شعر التفعيلة؟ الحين هذه المفروض. أبيات الخيفاء. أصبر فكر. أغلب المعجم بدون نقاط. من اسمها أصلا الخيفاء اللي كانت في السؤال قبل، فهي النقاط جزء منقط نصف جزء الوقت. غير منقط. منقط وغير منقط. منقط وغير منقط، أبيات تحوي كلمة حروفها منقطة وأخرى غير منقطة. صحيح. ثبت. ثبتنا الإجابة. ثالث سؤال. ذاكر السؤال. مش مذاكر، ولكن في حلقة سابقة اجتنا العواطل. والسؤال اللي قبل هذا اجى اللي هو شو كان السؤال قبل؟ المعجم. فأنت تتذكر من الأسئلة الماضية في الحلقات الماضية. نقعد نستبعد إجابات. تستبعدون إجابات. استراتيجية ذكية، إجابتكم صحيحة. ثاني أو في الرقعة أين تقع؟ وحدة يا رب. مسرحيات. جامعة الشارقة، فرع الذيت، تختارون فئة مسرحيات، وننتقل سوياً لسؤال مسرحيات. وسؤالكم في مسرحية النمرود، من هو الممثل الذي لعب قائد جيش النمرود؟ عبد الله مسعود، محمد جمعة، أحمد عبد الرزاق، أم عبد الله بن حيدر؟ عبد الله حيدر. من توقع على الله طال محمد جمعة. نصف الوقت. شو تقول محمد جمعة؟ أنا ما أدري. محمد جمعة. محمد جمعة ثبتنا. مسرحية النمرود من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقائد جيش النمرود في هذا العمل اللي عرض في أكثر من 9 دول على مسارح مختلفة في العالم. عبد الله مسعود. جامعة الشارقة، ماذا نختار؟ الزاوية. صناعة. صناعة. وسؤالكم في فئة صناعة هو يا رب يا رب. سؤال صناعة هو باختراع أي آلة ظهرت الثورة الصناعية في بريطانيا؟ الآلة البخارية، محركات الاحتراق الداخلي، المضخة الهوائية، أم المكثف؟ ثورة صناعية. استبعد المكثف. حتى أنا بعد استبعد المكثف. في الدائرة الكهربائية محركات الاحتراق الداخلي، المضخة الهوائية، محركات الاحتراق الداخلي. نصف الوقت أو أكثر من النصف، 10 ثواني. شوف يا المضخة الهوائية. المضخة الهوائية. المضخة الهوائية نثبت. ثبت. ما توقع على البخاري. الإجابة الصحيحة هي الآلة البخارية. جامعة شارقة الذيت، جاسم ماذا تختار؟ أي فئة من الرقعة؟ صحابيات.
فئة صحابيات، ننتقل لهذه الفئة وسؤالنا. أم ياسر. الصحابية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ولدت قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بمدة 14 عاماً، 16 عاماً، 18 عاماً أم 20 عاماً؟ هازين شو رأيك؟ ركزوا شوي وخلونا نفكر. أسماء بنت أبي بكر ولدت قبل بعثة الرسول. هي أسماء تزوجها الرسول ولا لا؟ أسماء نصف الوقت. هل الرسول تزوج أسماء؟ لا. الإجابة هي 14. الجواب هو 14 عاما. انثبت. نعم. وهي الإجابة الصحيحة. أول إكس في الرقعة. اطلعوا عليهم. أنا طويل. ها عبد الرحمن، ماذا تختارون في الرقعة؟ صناعة. أوكي. ولا جينات؟ شوف خيار عندك. صناعة. كذلك صناعة. سؤال صناعة. مصرين على صناعة. ظهرت الثورة الصناعية الثانية في عام 1880، 1890، 1870 أم 1900 ميلادي؟ الوقت. 1970 أو 1900. إجابة شباب. 1880. 1880 مثبت. لا لا. 1900. خلاص. ثبتنا 1800. غيث، شو كنت تبغى تقول؟ مو متأكد أنا، بس اللي هو في يعني جواب استراتيجي اللي هو. الجواب الاستراتيجي. 1870 أو 1900. 1870 أو 1900. ثبتوا على 1880. بس مو متأكد يعني، إن شاء الله صح. غيث قلنا لكم لا تترددون صح؟ لو أصريت على 1870 كانت إجابتكم بتكون صحيحة، لكن إجابتكم خاطئة هذه المرة. لا راح أقول 1 منهم. الذيد، جامعة الشارقة فرع الذيد. تابع الرقعة سويا، ماذا تختارون؟ يا علم الأمراض يا صناعة. علم الأمر صناعة. روح صناعة. رسوم متحركة وعادات وتقاليد. يلا شباب. ما نبغي لي. لا عشان أنا ما نقدر تسوي لي. مثلا إذا اخترت صناعة. صدق إن صناعة. إذا اخترت صناعة. يلا شباب نختار فئة. نختار صناعة. سؤال الصناعة. مصرين على الصناعة. تعد صناعات تكرير النفط من قطاعات الصناعة البارزة في دولة الإمارات، مثلتها مصفاة الرويس، أول مصفاة لتكرير النفط، وقد أنشئت في عام 1982، 1983، 1984 أم 1985 ميلادي؟ 85. نصف الوقت شباب. انت شو تقول؟ تقول 84 اتوقع او 82. جواب 5. جواب 85. بسرعه. الجواب هو 1982. 82 ثبت. نعم خلاص توكلنا على الله. بس انا ما اعرف ليش اقول شيء. هو كان بين 84 او 82. انشئت مصفات الرويس لتكرير النفط في عام 1982. إجابتكم صحيحة. الرقعة نتابعها سويا. أنا قلت لك لا تحط كذا علشان ليش؟ إذا اختار. ونكمل. علم الأمراض. علم الأمراض اختيار جامعة الشارقة. نتابع الصورة. اخترنا علم الأمراض وتابعوا الصورة شباب. يعتبر مرض عمل ألوان من الأمراض التي تصيب الذكور فقط، فما السبب وراء ذلك؟ وجود طفرة على الكروموسوم X، عدم احتواء كروموسوم Y على الجين المترجم للألوان، عدم احتواء كروموسوم X على الجين المترجم للألوان، أم المعلومة خاطئة والمرض يصيب النساء؟ صح؟
متأكد؟ قبل ما أنسى. شو هذا؟ فكر على وقت متأكد. على أمل. شو؟ البرة تصيب النساء؟ سامع. توكل. المرض يصيب النساء. نصف الوقت ماذا تقول؟ يصيب النساء. المعلومة خاطئة والمرض يصيب النساء. ثبت. ثبت الله. ثبت. ثبتنا. الإجابة الصحيحة عدم احتواء كروموسوم واي على الجيم المترجم للألوان. إجابتكم خاطئة. ننتقل لجامعة الشارقة فرع الذيد. ماذا تختارون؟ رسوم متحركة بإذن الله. رسوم متحركة. وسؤالكم في الرسوم المتحركة هو: في عام 1928 قامت شركة والت ديزني بإنتاج فيلم رسوم متحركة، فماذا كان اسمه؟ الفأر ميكي، القط فيليكس، القطة المجنونة، كولونيل هيزا لاير. الفأر ميكي. الفأر ميكي. ميكي ماوس. القط فيليكس. لا مش القط. لا مش القط. الفأر ميكي كان اسمه قبل ميكي. ميكي ماوس. ميكي ماوس. كان اسمه القط فيليكس. ما شفت بالضبط. جاسم نصف الوقت. الجواب هو الفأر ميكي. الفأر ميكي نثبت. نعم. الفأر ميكي احنا نسميه باللهجة او بشكل متداول، ما اسمه؟ ميكي ماوس. ميكي ماوس. ميكي ماوس في 1928. شو تقول عبد الرحمن؟ شو تقول غيث؟ صح. ميكي ماوس انتج في عام، او الفأر ميكي انتج في عام 1928. اجابتكم صحيحة. نتابع الرقعة سويا. اذا اكتمل الاكس إلى جانب أربع مربعات أخرى من نصيب فريق جامعة الشارقة الذيد. ما نعرف نقاط ولا لعبة، وما نعرف نقاط ولا مجموعة، لكن خلونا ننتقل للعبة الذكاء التطبيقي. الذكاء التطبيقي. نتابع سوين هذه اللعبة اللي من خلالها في نمط معين لتكرار الأرقام لازم يستخرجونه، ونتابع الشاشة سوياً ما هو هذا السؤال. إذن نحتاج نستخرج النمط من هذه اللعبة، لعبة الذكاء التطبيقي، والأرقام التي تظهر على الشاشة هي 3 5 8 13 22. ما هو الرقم الناقص؟ الناقص او الذي يلي 35. 35. نعم. الاجابه خاطئه. بس شنو 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 حاولوا تعطوني جواب صحيح. نصف الوقت. عشرين ثانية. 28. 28. الإجابة خاطئة. 29 زائد 9. الجواب هو 31. 31. إجابة خاطئة. 6 ثواني. 5. 36. خطأ. 36. 34. خطأ. انتهى الوقت. 29. تخلص. 29. تخلص. انتهى الوقت. زائد 7. ما لم تحسب الإجابة من أي فريق. جاسم شو التقنية اللي اتبعتها؟ أنا قلت في البداية إن نجمع 2، بعدين نجمع 3، بعدين نجمع 5، من ثم نجمع 7، وبعدها نجمع 9. فتسعة واثنين وعشرين يعطينا 31. هذا اللي أنا ظهرت فيه. وأنت يا غيث؟ أنت كنت قريب جداً. على نظرية فيبوناتشي اللي هي تجمع أول رقمين مثلاً 3 زائد 5 8. 8 زائد 5 13. 13 زائد 8 مفروض 21، بس هي 22. أنا ما حسبت كلهم، فروح جمع 13 و22 أعطاني 35. الإجابة الصحيحة هي 39. كيف؟ ممكن الشرح؟
22 من وين اجى؟ عفوا 22 كيف اجى؟ انا عندي سؤال بس. 22 الترتيب الارقام، الثلاثة ضربناها في 2 ناقص 1 او اجاوب على الهواء. او طاح. جدا معقدة. مبروك لهم. كله ضربتين. سؤال معقد ل 100,000 كان. 1 2 3 4 5 ترتيب. لكن. الحمد لله. الحمد لله. ما حد عرف جواب السؤال، ذكاء تطبيقي. جاسم انت تحب هذه الالعاب قبل صحيح الحلقات الماضيه لكن اليوم غلبتني اللعبه غلبتك اللعبه غير توقعنا كنت قريب جدا يا غير بس هي معلومه مغلوطه تخصصي نادر يعني الحين في السنه الثانيه نادرا ما الاقي ارقام اذا بلاقي رقم بستغرب يعني كله كلام ورموز ف مو شرط اللي يعرف جدول الضرب ممكن يكون احسن مني في الامور هاي احنا ما نعرف النتيجه كلهم ولا لعبه ولا مرحلة أنا عرضت عليكم النقاط كما في المراحل السابقة في مراحل النتيجة تغيرت من البداية في مراحل قدمتوا في مراحل تقدمتوا بعدين أحيانا صارت اللعبة غير متزنة ممكن في مراحل تعادلتوا ما نعرف إذن جامعة الشارقة الذيد أم جامعة الشارقة من سيأخذ 100,000 ويحصل على المركز الأول من بين 32 فريق شارك في كأس المعرفة مع العلم أني فعلياً ما أعرف الفريق الفائز أنا مثلكم أنا ما أعرف ما حد خبرني للحين أنا مثلكم جاسم كيف الوضع؟ الحمد لله في الحالتين فائزين نحن بإذن الله تعالى الحمد لله زيد الحمد لله طه الحمد لله متحمسين للنتيجة؟ أكيد إن شاء الله نعم. عبد الرحمن الحمد لله ليش زعلت يا عبد الرحمن؟ كنت تحسب النتائج؟ غير مبروك نعم مبروك الحمد لله ما علمت انا الحين سمعت يقول مبروك انتم تعرفونها قبلي كيف؟ الحمد لله لا كانت فرق 30 نقطة فرق 30 نقطة عبد الرحمن عمران شو تقول؟ تفاصيل صغيرة يعني تحسن انا اقول مثل ما قال جاسم ان وصولنا لهالمرحلة بحد ذاته انجاز الحمد لله أنا معاكم من تعرف على النتيجة النهائية نتابع الشاشة الشارقة الذيد 130 نقطة جامعة الشارقة 110 نقاط مبروك جامعة الشارقة الذيد فوزكم بهذه الجائزة ومبروك وصولكم لهذه المرحلة تفضلوا معنا التنافس كان قوي لكن هذه اللعبة كانت حاسمة وهذه المرحلة كانت أسئلتها تتطلب اجتهاد وتنافس وتحدي بين الفريقين مبروك لكم وصولكم لهذه المرحلة إنجاز جميل استمتعت باللعب معكم في مراحل مختلفة معلوماتكم جدا ثرية وعميقة استحقيت الوصول لهذه المرحلة بجدار من بين الفرق المختلفة فريق الذيد جامعة الشارقة فرع الذيد مبروك عليكم الجائزة 100,000 درهم ساعدنا بالتواجد معكم وبحضوركم والشيء الأجمل دائما كان في المراحل أو المراحل السابقة التعاون الجميل بين فرق جامعة الشارقة واللي تأهلت 4 منهم تأهلوا للمراحل السابقة إذن هذا هو التشيك الخاص
بقيمة 30,000 درهم مقدم لفريق جامعة الشارقة. شكرا لكم على هذا التنافس الجميل. شكرا لكم. والآن نسلم الجائزة الكبرى لفريق جامعة الشارقة فرع الذيد الحاصل على المركز الأول في مسابقة كأس المعرفة، 100,000 درهم من نصيب جامعة الشارقة فرع الذيد. مبروك ونبارك لكم مرة ثانية. تفضل كلمة يا جاسم. أولا أنا يعني أوجه هذا الفوز إلى والدنا الشيخ الدكتور سلطان القاسمي أولا، وثانيا إلى أهلي وجميع أصدقائي اللي حفزوني، وثالثا إلى جميع الجمهور اللي تابعنا من بداية الحلقة إلى هذه الحلقة، حقيقة كان الداعم ما خلف الشاشة لنا، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم جميعا، وشكرا لقناة الشارقة على هذا البرنامج الرائع حقيقة اللي تعلمنا منه معلومات شيقة وثرية واستفدنا منه يعني، وتسابقنا وتنافسنا إلى أن وصلنا ونلنا الجائزة، الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم. كلمات شباب، أي شيء تبون تقولونه؟ الحمد لله. الحمد لله. شكرا لكم كذلك، نحن استمتعنا بوجودكم وبتنافسكم ومعلوماتكم الثرية. عبد الرحمن كلمة في هذه الحلقة، تنافسكم كان جميل جدا. بداية الحمد لله وصولنا لهذه المرحلة، وقبل أن أنهي مشاركتي في هذا البرنامج هي رسالة شكر أود أن أوصلها، وقد يعني قررت أن أوصلها يعني منذ بداية البرنامج، قلت متى ما أخرج من هذا البرنامج سأوصل هذه الرسالة، هي رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى الوالد المؤسس الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه. هو خلف كل طالب، خلف كل عامل، خلف كل موظف يسكن هذه الإمارة الباسمة. رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. مواطنين ومقيمين لم نشعر أبدا يوما بفرق، وهذه المسابقة هي أكبر دليل لدعمه لدى للطلاب تحديدا ولباقي فئات المجتمع الذين يقنطون هذه الإمارة الباسمة. شكرا لكم سيدي صاحب السمو، وكانت مشاركة جميلة. شكرا للجميع القائمين على هذا البرنامج. شكرا لكم، شكرا للفريقين. إذن جولتنا لهذا العام انتهت في كأس المعرفة. شكرا لجامعة الشارقة التي استضافت هذه المسابقة، شكرا للفرق، جميع الفرق اللي شاركوا في هذه الجولة أو هذه السنة من كأس المعرفة. بالتأكيد سنلتقي في سنوات قادمة وتنافس آخر مع فرق مختلفة. شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.